أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان رحلات سندباد السبع، وهي من قصص ألف ليلة وليلة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. عاش السندباد البحري بمدينة بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد، وكان واسع الثراء، يقيم في بيت فخم في أرقى حي من أحياء العاصمة، وكانت تحيط ببيته حديقة رحبة غناء، أشجارها باسقة ورياحينها فائحة. وكثيرا ما كان يجلس هو وأصدقاؤه في ظلال أشجار تلك الحديقة كلما اشتدت حرارة الجو. وها نحن نريد قصة المغامرات بلسان صاحبها يرويها لأصدقائه لنستمع إليه. إني ثري الآن، ولكن لم أكن كذلك دائما، بل جاء علي وقت كنت فيه فقيرا جدا لا أعرف للسعادة معنى. وفي رحلتي الأولى صادفت الأهوال واحتملت المشقات وانتابتني المخاوف، وإليكم قصة الرحلة الأولى. كنت آنذاك شابا طائشا شأن أمثالي من الشباب الذين يبددون المال والوقت هباء. ولما ساءت بي الأحوال أقنعت نفسي بضرورة العمل للحصول على المال، ولتحقيق ذلك بعت بيتي وما أملك لقاء 3000 درهم اشتريت بها أنفس الملبوسات وأغلى البضائع وحملتها إلى البصرة. وفي البصرة التقيت ربان سفينة وتبادلت وإياه الحديث، ومما قاله لي: ستقلع السفينة الأسبوع القادم وعليها 6 من التجار وبضائعهم، ونحن في طريقنا إلى بلاد الشرق الأقصى وجزره، حيث يبيع التجار بضاعتهم ويبتعون الجواهر ونفائس الشرق ليبيعوها في بلادهم بعد عودتهم من رحلتهم. لما انتهى الربان من كلامه سألته: هل يمكن أن تأخذ على سفينتك تاجرا آخر؟ ليس لدي إلا 4 صناديق وسأدفع لك نصيبك مما سأناله من أرباح. فوافق الربان على ذلك. وفي الأسبوع التالي أبحرت السفينة في شط العرب، ثم عبرت الخليج العربي إلى المحيط الهندي، وطال سيرنا في البحر أياما بلياليها، وكنا نتوقف في بعض الموانئ والجزر فنقايض على بضاعتنا. وذات يوم رست السفينة على شاطئ جزيرة غناء، وكان الربان يأمل أن يحصل على الماء العذب منها، ولهذا أرسى سفينته على مقربة من اليابسة، وقصد الكثيرون منا الشاطئ بحثا عن الماء العذب ورغبة في التجول في أنحاء الجزيرة. وقد حمل البحارة قدور الماء الكبيرة لملئها، على حين أخذت أجول في الجزيرة وأتمتع بمناظرها. وقد حلى لبعض البحارة والتجار أن يجمعوا الحطبة ويشعلوا نارا. حدث بعد ذلك شيئان في وقت واحد: أولهما تحرك الجزيرة من تحتنا، وثانيهما صراخ الربان يدعون للنجاة بأنفسنا والعودة إلى السفينة. صاح وقال: إن الأرض التي تقفون عليها ليست جزيرة، وإنما هي حوت عظيم ينام فوق سطح الماء منذ سنوات فنمت عليه النباتات، لكن ناركم أيقظته من نومه. الهرب الهرب قبل أن يغوص بكم الحوت في أعماق البحر. فلما سمعنا ما قاله الربان أسرعنا طلبا للنجاة، ولكني كنت على مسافة بعيدة ولم أستطع اللحاق بالسفينة قبل إقلاعها، وما هي إلا لحظات حتى أخذت الجزيرة تغوص في الأعماق. ثم هبت رياح عاتية عصفت بالسفينة بعيدا، ووجدت نفسي في صراع مع الأمواج، أصعد إلى سطح الماء وأغوص ثانية، واختفت السفينة عن ناظري،
وانقطع بذلك آخر خيط من الأمل، بل توقعت الموت في ذلك البحر المتلاطم الأمواج. لكن العناية الربانية التي لا تغفل ولا تنام ساقت إلي قدرا فارغا، فاحتضنتها بذراعي ونجوت من الغرق. ولم يكن من اليسير علي أن أبقى محتضنا القدر على حين تلعب بي الأمواج كيف شاءت، تقذف بي هنا ثم تعود فتقذف بي هناك، وأنا لا حول لي ولا قوة. وبقيت على هذه الحال الليل بطوله ونهار اليوم التالي وليلته، وما إن طلع الصباح حتى تطلعت حولي وقلت: الوداع يا دنيا، إنه آخر يوم في حياتي. فأنا مريض، تصلبت أصابعي من شدة البرد، وتكاد ذراعي أن تتصلبا أيضا، ولن يطول تشبثي بالقدر، وبعدها سأهبط إلى قاع البحر وإلى الأبد. وسط هذا اليأس لاح الفرج، إذ رأيت اليابسة، وهبت الريح ودفعتني وقدر الماء إلى الشاطئ تحت شجرة كبيرة. أما ماذا حدث بعد ذلك فلا أدري، وكل ما أعرفه أني أصبحت عاجزا عن الحركة لمدة يومين. كنت خائر القوى من الجوع والعطش، فلم أستطع النهوض على قدمي. نظرت إلى قدمي فلاحظت أثار نهش السمك في لحمي ظاهرة للعيان، فقلت لنفسي: لا تبتئس يا سندباد، ستشفى قدماك، إن غسلهما بالماء النظيف العذب ضروري، لذا يجب البحث عنه. أخذت أزحف على الأرض مستعينا بذراعي حتى بلغت شجرة فاكهة على ضفة نهير، وبقيت تحتها أياما أقتات ثمارها وأشرب من مياه النهير، إلى أن تحسنت حال قدمي واستعدت شيئا من قواي، وأحسست بأنه قد آن الأوان لمغادرة هذا المكان، فتزودت ببعض الفاكهة دون الماء لعدم قدرتي على حمله، على أمل العثور على أنهار أخرى في طريقي. ولكن خاب ظنوني وانهارت أمالي، إذ لم أصادف في طريق ماء للشرب أو أشجار فاكهة. سرت على شاطئ البحر دون أن تلمح عيناي ما يدل على وجود بشر إطلاقا. وبعد أن قضيت 3 أيام أمشي على غير هدى وأعيش على بقية من الأمل، بدأ الخوف يدب في أوصالي ويملك علي مشاعري، فرحت أخاطب نفسي: يا ترى، هل أنا الوحيد في هذه الجزيرة؟ أما من حيوان أو طير أو إنسان هنا؟ ما الذي أراه هناك؟ أخذت أنعم النظر فيما لاح لي من بعيد، وإذا به حصان. ردت روحي إلي وعاودني الأمل في الحياة، فأسرعت الخطى صوب هذا الحصان، وكان، والحق يقال، في غاية الجمال والرشاقة. فقلت في نفسي: إن حصانا كهذا لابد أن يكون لملك أو لرجل ثري. وما إن اقتربت منه حتى خرج من كهف ليس ببعيد رجل أخذ يجري بسرعة مشهرا سيفه، ثم صرخ في قائلا: كل من يمس حصان الملك الموت مصيره. قلت له متوسلا: لا تقتلني أيها الرجل، ما كنت أقصد إلا رؤية هذا الحصان الجميل، فهل هو لك؟ فرد علي الرجل متسائلا: قل لي من أنت، وما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ أجبته: لقد نجوت من الغرق بواسطة قدر ماء، ورويت له حكايتي من أولها إلى آخرها. وما إن سمع حكاية المؤلمة حتى أخذني من يدي وسار بي إلى الكهف وقدم لي الطعام والماء، وأخذ يسري عني همومي قائلا: حقا إن العناية الإلهية شملتك فكتبت لك الحياة، إني وزملائي من خدام الملك نأتي في كل عام مرة إلى هذا المكان من الجزيرة، ونقضي فيه أسبوعا، ومعنا أحسن جياد الملك، فهواء الجزيرة عليل ينعش الجياد ويكسبها الصحة والعافية، ولكن الجزيرة تفتقر إلى الطعام والماء لبعدها عن الأماكن المأهولة بالسكان ولتعذر الوصول إليها دون دليل. ولهذا سنصطحبك معنا غدا في طريق عودتنا. لم يمر من الوقت إلا قليله حتى حضر زملاؤه فوق جياد الملك الرشيقة، ورافقتهم في عودتهم. وفي الطريق حدثوني كثيرا عن ملكهم ومما قالوه،
إن الملك المهرجان أعظم ملك في البلاد، والشعب يوليه صادق ولائه وعظيم حبه لما يعرف عنه من كرم الخلق وطيب السريرة وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكنه لا يخاف في الحق لومة لائم. ويقصد مدينتنا العظيمة تجار من مختلف بقاع الأرض، فيلقون كل رعاية وحسن معاملة. وبمجرد وصولنا إلى المدينة أسرعوا إلى الملك وأنبأوه بشأني، فما كان منه إلا أن استدعاني واستمع إلى تفاصيل قصتي بكل اهتمام، ثم عقب على كلامي بقوله: لقد كان الحظ حليفك. وأمر خدمه بتوفير ما أحتاج إليه بعد أن شملني برعايته، وكان بين الحين والآخر يستدعيني إلى ديوانه، وكنت أجيد الحديث بعدد من اللغات، فاستعان بي الملك في الاهتمام بشؤون التجار والبحارة الذين كانوا يزورون مملكته، ثم اختاره بما يحملون من بضائع أو بما يشترونه من مملكته. وقد دأبت على سؤال ربابينة السفن عن رحلاتهم وعما إذا كانوا يعرفون بغداد. وذات يوم رست في الميناء سفينة كبيرة، وبدأ التجار القادمون عليها في إنزال بضائعهم، وأخذوا يبيعون ويشترون ويقايضون. فاقتربت من الربان وسألته: أما من بضائع أخرى في السفينة؟ كان جوابه: في السفينة بضعة صناديق لتاجر شاب بدأ رحلته معنا، ولكنه مات غرقا، وسأقوم ببيع بضاعته وتسليم ثمنها إلى أهله في بغداد العظيمة. تفرست في وجهه فعرفته وسألته: هل لك أن تذكر لي اسمه؟ أجابني: إن اسمه السندباد. وما إن سمعت اسمي حتى كاد أن يغشى علي، فصرخت بأعلى صوتي: أيها الربان، أنا السندباد، وهذه بضاعتي، وإني لأشكرك على احتفاظك بها. ولم يسع الربان إلا أن يستنكر قولي ويصيح: كيف لي أن أصدقك؟ صحيح أن وجهك ينم عن الطيبة والصلاح، ولكنك تدعي أنك السندباد لتستولي على البضائع دون وجه حق. لقد رأيت السندباد بعيني والماء يبتلعه، كما رآه البحارة والتجار على ظهر السفينة عندما كان الموت يطويه بين أمواج البحر. كفاك ادعاء، فأنت لست السندباد. ولما زادت حدة الموقف بيننا قلت له: أيها الربان، أرجو أن تستمع إلي وتنصت إلى حكايتي، وأترك لك بعد ذلك أمر تصديقي أو تكذيبي. وأخذت أحكي له حكايتي منذ أن قابلته في البصرة، وذكرته بأشياء خاصة جرت بيننا تقوم دليلا على صدق قولي. حين ذاك اقتنع الربان بما قلته، وأظهر التجار فرحتهم بنجاتي وهنؤوني بالسلامة. قام الربان بتسليم بضائعي، فاخترت من بينها أغلاها لتكون هدية للملك، وحملها البحارة ووضعوها بين يديه، وما إن رآها حتى قال لي: ما هذا الذي أراه؟ لقد جئتنا خالي الوفاض، ولكني أراك الآن تقدم لي هدية ثمينة، فكيف حدث هذا؟ أعدت على مسامع الملك قصة السفينة وما جرى لي، ولم يسع الملك إلا أن يقدم لي هدية أثمن من هديتي له. عندما شرعت السفينة تأخذ أهبتها للإبحار، ذهبت إلى الملك وقلت له: يحزنني يا مولاي أن أغادر بلدك الجميل، وأحرم من رؤية ملك عظيم عطف علي وشملني برعايته، فأنا يا مولاي أحن إلى مدينتي ومسقط رأسي بغداد العظيمة. وافق الملك على رحيلي قائلا: لقد صدقت فيما قلت، والواجب يدعوك إلى العودة إلى بلدك، لقد كنت بيننا نعم الصديق الذي نعتز بصداقته، فقد قدمت إلى بلدي أجل الخدمات وأصدقها، رافقتك السلامة ولك شكري وتقديري. ثم أمر خدمه أن يحملوا لي الهدايا الثمينة من ذهب وجواهر وملابس فاخرة وغيرها مما لا يقدر بثمن. وبعد رحلة طويلة رست بنا السفينة في ميناء البصرة، ومنها سافرت برا إلى بغداد، وقد فرح أصدقائي بعودتي، واشتريت لنفسي بيتا فخما عشت فيه عدة سنوات في جو من السعادة والرفاهية. وغدا إن شاء الله سأحدثكم عن الرحلة الثانية.
عندما عدت من رحلتي الأولى قررت أن أقضي بقية عمري في بغداد، فقد رزقني الله الخير الوفير وكل أسباب السعادة، فالبيت فخم والأصدقاء كثيرون ومتطلبات حياة الرفاهية متوفرة. ولكن وسوست لي نفسي أن أغامر ثانية لأرى ما لم أره من قبل من بلاد وجزر وغيرها، وعاودني الحنين إلى التجارة من بيع وشراء ومقايضة. ولما عزمت على الخروج في تجارة ملأت الصناديق بما خف حمله وغلى ثمنه مما تزخر به أسواق بغداد، وحملتها إلى البصرة حيث ركبت سفينة تحمل عددا من التجار. أقلعت بنا السفينة في رحلة جميلة، وكنا ننتقل بها من بلد إلى بلد ومن جزيرة إلى جزيرة، بحيث كانت وجهة سيرنا الجنوب والشرق. وبعد مدة من الزمن رست السفينة على شاطئ جزيرة غنية بأشجارها الدائمة الخضرة وبأثمارها اليانعة وبأزهارها الفواحة وبأنهارها ذات المياه العذبة، ولكننا لم نرى بها بشرا. نزل بعض البحارة ليملأوا الأواني بالمياه العذبة على حين رفقت بعض التجار في التجول في أنحاء الجزيرة، وشاهدنا الأزهار الرائعة الجمال. وقد وقعت عيناي على زهرة كبيرة وجميلة فاقتربت منها وشممتها، فرحت في سبات عميق. ولما أفقت من نومي وجدت نفسي وحيدا ولا أثر للبحارة أو التجار على الجزيرة، ولم أشعر إلا وقد أخذت أصرخ: يا للحماقة التي ارتكبتها، لما ابتعدت عن بلد الحبيب؟ ها أنا أصبحت وحيدا وفي مكان مقفر غير عامر بالسكان، ومن الغباء أن أصرخ في هذا المكان. وبكل مشقة تسلقت إلى أعلى شجرة وأخذت أنظر حولي، فرأيت سفينتنا مبحرة بعيدة، ولم أرى في الجزيرة إلا الأشجار ولا شيء غير الأشجار. ولما أطلت النظر رأيت عن بعد شيئا كبيرا لونه أبيض ويشبه قبة هائلة فوق بيت. سرت نحو هذا الشيء عدة ساعات حتى وصلت إليه عند الغروب، ووجدته يشبه بيضة ضخمة جدا، وفي بداية الأمر ظننتها قبة. ولكن سألت نفسي: إن كانت قبة فأين البيت الذي أقيمت عليه وأين الباب؟ بينما كنت أردد هذه الأسئلة في نفسي إذا بشيء يحجب الشمس ويحول النهار ليلا، ورفعت رأسي فرأيت طائرا ضخما جدا، فتذكرت ما كنت أسمعه من البحارة عن طائر هائل الحجم يقال له الرخ. ولنا أن نتخيل ضخامته إذا علمنا أنه يزق صغيره بفيل مرة واحدة. وهنا تأكد لي أن الطائر الذي أراه هو الرخ بنفسه، وقد جاء ليرقد على البيضة، وفعلا حضن البيضة بجناحيه ورقد عليها. وهنا جالت في ذهني عدة أسئلة، من بينها: من أين جاء هذا الطائر؟ وإلى أين سيطير؟ فقد يطير إلى مكان مأهول بالسكان، فمكان مأهول أفضل بكثير من مكان مقفر. أسرعت بانتزاع عمامتي من فوق رأسي ولففتها حول جسمي وساق الرخ الشبيهة بجذع الشجرة، وأحكمت الرباط، وعندما طلع الصباح طار بي في الجو دون أن يشعر بوجودي، وطار مسافة بعيدة فوق بحار وجزر وجبال ووديان، وأخيرا هبط في واد سحيق تحفه الهضاب وكأنها أسوار شاهقة. انقض الرخ في الوادي على أفعى ضخمة، فخفت على نفسي وحللت عمامتي من ساقه ووليت هاربا، إلى أن وجدت صخرة كبيرة اختبأت وراءها. أما الرخ فقد رفع الأفعى بين مخالبه وطار في الجو. نظرت حولي فرأيت الأفاعي المخيفة تسعى في الوادي، حتى إن بعضها كان يضارع السفينة في طولها، ولكنها في وضح النهار تلجأ إلى جحورها لأنها تنام نهارا وتسعى في طلب طعامها ليلا، ولهذا لا خوف علي منها في النهار، وأستطيع أن أبحث عن مخرج لي من هذا الوادي. ومشيت مسافة طويلة وإذا بي أرى أن قاع الوادي مغطى بالماس النفيس وبأحجام كبيرة وجميلة، ولكني ما كنت راغبا في الماس بل في الخروج من ذلك الوادي. وعندما حل الليل بدأت الأفاعي تخرج من جحورها
ولحسن حظي وجدت نفسي على مقربة من كهف صغير على مدخله صخرة كبيرة، فجريت إليه وأزحت الصخرة الكبيرة عن مدخله، وكانت هذه الصخرة نعمة لي، إذ حمتني طيلة الليل من الأفاعي التي كنت أسمع فحيحها حول الكهف، ولكنها لم تستطع الوصول إلي. وفي الصباح خرجت من الكهف وفكري منصرف إلى كيفية الخروج من هذا الوادي، وإذ بي أسمع صوت ارتطام شيء بالأرض قريبا مني، والتفت إلى جهة الصوت فشاهدت كتلة من اللحم سقطت على قطع الماس والدم لا يزال يسيل منها، فعجبت لما أرى. وعندها عادت بي الذاكرة إلى ما سمعته عن وادي الماس وكيف يتحايل التجار على جمعه بإلقاء كتل اللحم فوق الماس في الوادي، ومن شأن حرارة الشمس أن تجعل كتل اللحم لزجة فتلتصق بها قطع الماس، وتجيء الطيور الضخمة فتحملها بين مخالبها وتطير بها لتطعم صغارها في الهضاب القريبة، وما إن تهبط الطيور حتى يفاجئها التجار بالصيحات القوية فتنفر وتلوذ بالطيران، ويذهب كل تاجر إلى كتلة اللحم التي ألقاها ويجمع ما لصق بها من الماس. قلت في نفسي لقد جاء بي إلى هذا المكان طائر، ومن الضروري أن يأخذني من هذا المكان طائر آخر. وبناء على هذا الافتراض ملأت كيس الطعام الذي كان معي بأكبر قطع الماس وأنفسها، ثم فككت عمامتي ولففتها حول جسمي وأكبر كتلة من اللحم وأحكمت شدها واستلقيت على الأرض بحيث تكون كتلة اللحم فوقي. بعد فترة هبط طائر ضخم جدا ورفعني وكتلة اللحم وطار بي من الوادي، وكان صغار الطائر بانتظار أبيهم عند قمة الهضبة، وما إن رآه التجار حتى تعالت صيحاتهم، فألقى الطائر كتلة اللحم وطار، وقد أصيبوا بالذعر عندما رأوني أحل الرباط وأنهض على قدمي والدم يلطخ ملابسي، ودلائل المرض على جسمي بعد رحلتين جويتين قمت بهما مربوطا في كل مرة إلى ساق طائر. ولكني هدأت من روعهم وقلت لهم أنا رجل مثلكم، وقد حملني الطائر الذي حمل كتلة اللحم من وادي الماس، ولم يلصق بكتلة اللحم هذه شيء من الماس، ولكني أحضرت معي قطعا منه، كل واحدة منها أفضل بكثير من جميع الماس الذي كان يلتصق بكتلة اللحم، وإني بكل سرور سأعطي بعضا منها لصاحب كتلة اللحم هذه. اقترب التجار مني وتعرفت إليهم وتحدثوا معي بما خفف عني ما لقيته، فقد قالوا لي إنك إنسان محظوظ، إذ لم يقدر لإنسان من قبل أن يخرج من هذا الوادي. وساعدني التجار على بيع بعض قطع الماس والبحث عن سفينة تقصد بغداد. عدت إلى بغداد رجلا غنيا جدا بما أحمله معي من أكبر قطع الماس في العالم ومن البضائع النفيسة. وعندما وطئت قدماي أرض الوطن قلت لنفسي سأقضي بقية عمري في بيت الجميل، أنفق من ثروة الطائلة وأستمتع بصحبة أصدقائي، أما ركوب البحر فلا عودة إليه. بعد أن تشجمت المشاق وتعرضت للأخطار في رحلتي اللتين قمت بهما، ولكنني لم أفي بما وعدت، بل ركبت البحر مرة ثالثة، وغدا إن شاء الله سأحدثكم أيها الأصدقاء عن رحلة الثالثة. لم يمضي زمن طويل حتى طاقت نفسي لزيارة بلدان لم أزرها من قبل أبيع فيها وأشتري، وكان أن أقلعت من البصرة مع آخرين من التجار على سفينة عظيمة راحت تنتقل بنا من بلد إلى بلد ومن جزيرة إلى جزيرة، وكنا نبيع ونشتري ونكسب الكثير، فكثرت أموالنا وزادت ثرواتنا علاوة على السرور الذي نعمنا به أثناء الرحلة. ووسط هذا الجو من السرور الذي كنا نعيشه هبت علينا عاصفة هوجاء جعلت من السفينة ألعوبة تتلهى بها، تقذفها ذات اليمين وذات الشمال، ودامت العاصفة 4 أيام بلياليها كنا خلالها تحت رحمتها، إلى أن وجدنا أنفسنا
عند جزيرة، وجاءنا الربان وعلامة الخوف والقلق مرتسمة على وجهه، وقال: لن نستطيع مواصلة الإبحار في مثل هذا الجو العاصف، ولا نستطيع النزول فوق هذه الجزيرة، فأنا أعرف الكثير عنها، إنه تعيش فوقها جماعات من القرود، إذا رأت سفينة صعدت إلى ظهرها بالآلاف، ولو حاول أحد منعها من الصعود هجمت عليه جموعها وفتكت به، وعليه أرجو ألا يحاول أحدكم التعرض لها. ما كاد الربان يتم كلامه حتى أخذت القرود تتوافد بالآلاف وصعدت إلى سطح السفينة دون أن يتعرض لها أحد، ثم أمسكت بالبحارة والتجار وأنزلتهم إلى الجزيرة، وقامت بتسيير السفينة إلى جهة أخرى بعيدا عن الجزيرة. بعد استيلاء القرود على السفينة وما فيها أخذنا ننعم النظر فيما نحن فيه، فتواردت على خاطرنا الأفكار والافتراضات. من المسلم به أن في الجزيرة قرودا أخرى لا حصر لها، ماذا عسانا أن نفعل؟ وما هو المكان الذي نستطيع الذهاب إليه؟ وشاهد أحد البحارة من أعلى شجرة كان يقف عليها بيتا حجريا ضخما، فقال متسائلا: أمن الحكمة أن نقصد ذلك البيت ونختبئ فيه لاتقاء شر هؤلاء القرود؟ في ذلك البيت الحجري دخلنا قاعة فسيحة، وكلنا يتطلع بحرص إلى ما سنفاجأ به، وإذ بنا نسمع وقع أقدام مارد، وما إن دخل القاعة حتى أغلق الباب الضخم خلفه فسد أمامنا طريق الهرب. كان المارد ضخم الجثة، وكأنه شجرة باسقة بعينين وكأنهما شعلتان من نار، وأسنان كأنها صخور حادة بيضاء، وفم كأنه كهف. وبعد أن استقر به المقام أخرج بعض الحطب من صندوق في القاعة وأشعل نيران كبيرة، ثم أخذ يتفرس في وجوهنا، وكنت أول من رفعه بيده، وأخذ يقلبني فوجدني ضعيفا هزيلا فتركني. ولحسن الحظ أن ملابسي الفاخرة كانت تكسو جسما ليس بأسمن من أصبعه، ثم أخذ يرفع الرجال واحدا تلو الآخر حتى وجد الأسمن فأكله، وبعد أن استراح قليلا غرق في نوم عميق. وفي صباح اليوم التالي غادر المارد البيت بعد أن أغلق الباب الضخم خلفه، فتعذر علينا الخروج. وعندما حل المساء عاد المارد ثانية وأخذ يرفعنا بيده واحدا تلو الآخر حتى وجد ضلته في شخص ربان السفينة فأكله ونام. بعد أن غادر المارد البيت في الصباح اليوم التالي وأوصد الباب خلفه، خاطبت أصحابي قائلا: علينا أن نفعل شيئا، وإلا سيأكلنا المارد واحدا بعد الآخر، إنه ضخم فلا نستطيع الفتك به في حالة اليقظة. ثم أطلعتهم على الخطة التي دبرتها. في مساء ذلك اليوم حضر المارد كعادته وجلس في القاعة وأخذ واحدا منا والتهمه ثم نام، وبمنتهى السرعة شرعنا في تنفيذ خطتنا. وضع اثنان منا قضيبين من الحديد في النار حتى أصبحا مثل جمرتين، وفي نفس الوقت قام اثنان آخران بخرق منفذ في الباب، على حين انصرف اثنان إلى بناء عدة أطواف من قطع الخشب التي كان المارد قد وضعها في الصندوق. وما إن تم كل شيء حسب الخطة المرسومة حتى صحت فيهم قائلا: الآن، وهي كلمة السر بيننا. فغرزنا القضيبين الملتهبين في عينيه، ثم ولينا الأدبار حاملين الأطواف التي أعددناها وجرينا نحو الشاطئ، وكانت صرخات المارد تطن في أذاننا، وأنزلنا الأطواف إلى الماء، وما كدنا نتحرك حتى رأينا المارد يقوده اثنان من أصدقائه بعد أن فقد بصره يسيرون إلى الشاطئ، وما إن أبصرانا حتى قذفانا بالصخور الكبيرة، وكانت الواحدة منها في حجم البيت، وقد سقط بعضها في البحر وأصاب بعضها الآخر أطوافنا وقتل بعض رجالنا، ولم ينجو إلا الطوف الذي كنت فيه، وقد بذلنا أقصى الجهود نحاول الخروج به إلى عرض البحر. ثم هبت عواصف عاتية حملتنا بعيدا، وظلت تتقاذفنا الأيام
إلى أن ألقت بنا على شاطئ جزيرة. لم تكتب النجاة إلا لثلاثة منا، ولكن أحوالنا كانت سيئة، فكان قد مضى علينا وقت طويل بدون طعام أو ماء. وفي الجزيرة وجدنا أشجار فاكهة ونهيرا عذب المياه، فأكلنا وشربنا. بعد تلك الرحلة المضنية في الطوف غزا النعاس أشفاننا، فرحنا في سبات عميق ولم يقذنا إلا فحيح متواصل. ونظرنا حولنا ويا للهول ما رأينا، رأينا أفعى ضخمة التفت حولنا بحيث لم نستطع الفرار، ثم بدأت بواحد من صاحبي فابتلعته دون أن تنهش لحمة، بل رأيناه وهو يدخل في جوفها، وسمعنا صيحات استغاثته تتردد بعض الوقت ثم تهمد إلى الأبد. قضت الأفعى الليلة بطولها في مكانها على حين تملكني وصاحب الذعر، فلم يتحرك أحدنا أو ينبس ببنت شفة. وفي الصباح انسابت زاحفة إلى جحرها، وتشاورت وصاحبي فيما يجب علينا أن نفعله قبل أن تعود الأفعى وتبتلع أحدنا. وأخذنا نجول بين الأشجار ونقطف الثمار ونرتوي من مياه النهير، ونحن نبحث عن كهف نختبئ فيه، ولكننا فشلنا في محاولاتنا. وقبل حلول الظلام صعدنا شجرة لننام فوقها، ولما كنت أتفوق على زميلي في القوة الجسمية فقد استطعت أن أصعد أعلى منه. ولما حل الليل عادت الأفعى تبحث عنا، فتسلقت الشجرة وابتلعت صاحبي، وظللت هنيهة أسمع صيحات الاستغاثة من جوف الأفعى تطن في أذني. وهكذا وجدت نفسي وحيدا. وفي الصباح غدرت الأفعى المكان، فتساءلت نفسي ماذا عساي أن أفعل؟ ستعود الأفعى ليلا وتفعل بي ما فعلت بصاحبي، هل أقذف بنفسي في البحر لأنجو من شرها؟ بعد أن تناولت بعض الفاكهة أخذت أفكر وأفكر، وأخيرا قررت أن أسير على شاطئ البحر. ولحسن الحظ لم أرى للقرود أثرا في تلك الجزيرة، ولكني رأيت أكواما من الخشب والجبال، وكانت من بقايا سفن محطمة. وعلى الفور اخترت قطعا طويلة من الخشب وضعتها حول قدمي وفوق رأسي وحول جسمي وجانبي، وشددتها بالحبال لأثبتها، ورقدت على الأرض انتظارا لما سيحدث. لما هبط الليل رأيت الأفعى تفتح فمها وتنقض على رأسي وعلى جانبي وعلى قدمي وعلى الجانب الآخر من جسمي، ولكنها فشلت في الوصول إلي، فقد منعتها قطع الخشب من تحقيق مأربها، ورغم محاولاتها المتكررة لم تفلح في الوصول إلى أي عضو من أعضاء جسمي. ولما أعيتها الحيل غادرت المكان. في الصباح صنعت لنفسي زورقا من بقايا حطام السفن وقطع الخشب والحبال، ثم جمعت بعض الفاكهة وملأت بعض الأواني بالماء ونزلت البحر هربا من تلك الجزيرة الرهيبة. لا أريد أن أتذكر تلك الأيام التي قضيتها في عرض البحر على زورق مكشوف، حينما كانت الشمس تلفحني بحرارتها المتوهجة والأمواج تقذف بالزورق هنا وهناك. ولكن ما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الضيق إلا الفرج، فقد لاحت لي عن بعد سفينة تمخر عباب البحر. وقد لعب الحظ دوره عندما شاهدني بحارتها فأسرعوا لإنقاذي وأحسنوا معاملتي، وقد سمع الربان وبعض البحارة بمأساتي، فطيب الربان خاطري قائلا سنحملك إلى البصرة بعد زيارتنا لبعض الأماكن حيث سيبيع التجار بضائعهم ويبتاعون غيرها، وإذا ما طابت الريح في رحلتنا حملناك إلى البصرة في أقرب وقت ممكن. وفي أول ميناء رست فيه السفينة سمعت الربان يلقي بأوامره إلى البحارة، أحضروا بضائع السندباد لنبيعها ونسلم ثمنها إلى أسرته في بغداد. ولما سمعت ما قاله الربان تقدمت منه وسألته هل تحمل البضائع علامات مميزة؟ لأني أضع علامات خاصة دائما على بضائعي وصناديقي في جميع رحلاتي. فأجابني الربان نعم، إن البضاعة تحمل علامات مميزة، ولكن كيف عرفت ذلك؟ لا
لقد مضى على هذه البضاعة زمن طويل وهي أسفل جميع البضائع الأخرى، وقد لقي صاحبها حتفه في جزيرة الرخ منذ زمن طويل. ففاجأته بقولي: أيها الربان، إن صاحبها لم يمت بل هو حي يرزق، فأنا السندباد. ورويت له ما جرى لي منذ البداية حتى النهاية، ولكن لم يكن من السهل على الربان أن يصدقني في الحال، ولكنه اقتنع أخيرا بصدق قولي لما أوردته من أدلة واضحة. وبعد أن بعت بضاعتي واشتريت غيرها لأبيعها في بغداد، وجدت ثروتي وقد ازدادت أضعافا مضاعفة بعد الرحلة الثالثة، وقد عزمت على أن أعيش سعيدا في بغداد دون أن أغامر في أي رحلة أخرى. ولكني أخلفت الوعد، وسأحدثكم غدا إن شاء الله عن رحلة الرابعة. في يوم من الأيام قدم لزيارة بعض التجار، وجلسنا نستعيد ذكريات الأيام الخالية بما فيها من رحلات وبما زرنا من أماكن، ولم يحضرنا في حديثنا إلا حلو الذكريات. وتطرق بنا الحديث إلى ضرورة القيام برحلة إلى الشرق لما فيها من فوائد لنا، وما إن اتفقنا حتى حزمت بعض البضائع وأبحرنا جنوبا فشرقا قاصدين بلدان الشرق الغنية بخيراتها. وقد أخذت السفينة تنتقل بنا من جزيرة إلى جزيرة ومن بحر إلى بحر، نبيع ونشتري ونمتع عيوننا بمباهج الحياة في تلك البلاد. وفي إحدى الليالي ونحن على بعد شاسع من الوطن، هبت علينا عاصفة هوجاء أطاحت بالسفينة وقلبتها على جانبها وقذفت بنا وسط البحر، وأصبحنا تحت رحمته. وأيقنت وأنا أشاهد السفينة تغوص في أعماق البحر أنها ساعة الأخيرة. وبينما كنت أصارع الأمواج رأيت لوحا من الخشب يقترب مني، فأمسكت به بين ذراعي وعاونت بعض التجار والبحارة على أن يتعلقوا بألواح خشبية أخرى كانت تطفو فوق الماء. استمرت الرياح والأمواج تدفعنا إلى أن قذفت بنا على يابسة، ومن شدة ما لحقنا من تعب قضينا ليلتنا حيث كنا، وما إن أشرقت الشمس حتى طلع علينا بعض الرجال وكانوا شديدي البشاعة، وأخذونا إلى ملكهم بعد أن أوسعونا ضربا بأيديهم وركلا بأقدامهم. ولما مثلنا أمام الملك أمر رجاله بإجلاسنا وتقديم الطعام لنا، وكان الطعام غريبا لم أرى له مثيلا من قبل، ولكن الجوع دفع التجار والبحارة إلى تناوله، أما أنا فلم تقبله نفسي لأن مجرد النظر إليه أصابني بالغثيان. ما أسعدني، فالحظ لم يفارقني، لقد ترك الطعام أثرا غريبا في أصحابي، فرأيتهم يقبلون عليه بشراهة ونهم وبلاها، حتى إن الواحد منهم كان يغرف الطعام بكلتا يديه ليشبع نهمه. كل هذا كان يجري على مشهد مني، وقد تذكرت في تلك اللحظة ما كنت قد سمعته عن هؤلاء الرجال البشعين الذين إذا وقع في أيديهم أناس من بلدان أخرى قدموا لهم مثل هذا الطعام الذي يجعل آكليه يقبلون عليه بشراهة فيزدادون سمنة بشكل عجيب، وبعدها يقدمون وجبة شهية للرجال البشعين. ولم يسعني إلى أن أصرخ فيهم طالبا منهم أن يتوقفوا عن الأكل، ولكنهم لم يستجيبوا لدعوتي، إذ كان همهم الوحيد حشو بطونهم ولا شيء سواه. أخذ أصحابي يزدادون سمنة يوما بعد يوم، وكان الرجال البشعون لا يفارقونهم ولا ينقطعون عن حثهم على تناول المزيد من الطعام. وفي الوقت الذي كانوا يرونني أزداد هزالا لانقطاعي عن الطعام ولا يحفلون بي لأن ما عندهم يكفيهم، وكان الألم يعصرني وأنا أرى ما يفعله أصحابي وأتخيل المصير الذي ينتظرهم، فقلت لنفسي ليس لدي من سبيل إلى إنقاذهم، ولكن علي أن أنجو بنفسي لأن بقائي دون طعام يعجل بهلاكي. إن أصحابي لم يستطيعوا الابتعاد عن الرجال البشعين، بل قل إنهم ما كانوا يريدون ذلك،
مدام الرجال البشعون لا ينقطعون عن وضع الطعام أمامهم، ولم يكلف أحد من البشعين نفسه النظر إلى رجل هزيل مثلي. وقد يسر ذلك سبل النجاة أمامي عندما اختبأت ذات يوم تحت شجرة ومنها سرت إلى الغابة، حيث وجدت بعض الفاكهة التي أعرفها والتي لا يشكل تناولها أي خطر، وأفادتني الفاكهة في استعادة قوتي، فاستطعت الإسراع في سيري. وقد قضيت أسبوعا أسير مرة وأتوقف أخرى لتناول الفاكهة وشرب الماء، إلى أن لقيت جماعة من الرجال، وعندما رآني أولئك الرجال أسرعوا إلي وسيوفهم في أيديهم، فصرخت فيهم: أرجوكم أن تستمعوا إلي. وكشفت لهم عن هويتي وحدثتهم عن البلد الذي قدمت منه، وأخبروني بأن من عادتهم أن يجيئوا مرة كل عام إلى تلك الجزيرة، ولكنهم يخشون شر الرجال البشعين. ومما قالوه لي: لم تكتب السلامة لأحد من قبلك وطئت قدماه أرض هذه الجزيرة. واصطحبوني معهم عند عودتهم إلى جزيرتهم، وقد سمع الملك حكايتي ورغب في التحدث إلي، وقد كان مثالا للطيبة وكرم الخلق، حتى إنه خصص لي غرفة في قصره الفخم. وكثيرا ما كان يستدعيني للاستماع إلى مغامراتي في رحلاتي وأحاديثي عن مدينة بغداد العظيمة. والحق يقال إن عاصمة مملكته كانت عامرة بأهلها، غنية في كل ناحية من نواحي الحياة إلا في شيء واحد، فقد كان الناس يركبون الخيل بلا سروج مع أصالة تلك الخيول وبراعة فرسانها. وقد سألت الملك يوما: أيها الملك العظيم، لما لا تستعمل السرج عند ركوبك الحصان؟ دهش الملك وسألني: ماذا تقول؟ ما هو السرج الذي تتحدث عنه؟ وكان جوابي: هل تأذن لي يا مولاي أن أصنع لك سرجا؟ إذا ما استعملته وجدت فيه الجواب عن سؤالي، ولمست عظيم فوائده. وسرعان ما صنعت سرجا فاخرا ووضعته على ظهر حصانه، وبعد أن ركبه سر بالسرج كثيرا. وانهالت علي بعدها طلبات رجال حاشية الملك وعلية القوم لصنع السروج، فكسبت الأموال الكثيرة من صناعتها، علاوة على السعادة التي كنت أشعر بها للصداقة التي كانت تربطني بالملك ورجاله. ذات يوم قال لي الملك: لقد أصبحت واحدا منا، نوليك صادق حبنا كأخ لنا، ولكن ثمة شيئا يقربك منا أكثر. وبكل أدب قلت له: أيها الملك العظيم، أمرك مطاع ولن أرد لك أمرا. أثلجت كلماتي صدره فابتسم قائلا: عليك بالزواج يا بني، ففي المدينة فتاة على جانب كبير من الجمال والثراء، وهي ابنة أحد أصدقائي، وها أنا أدعوك إلى الاقتران بها. وسرعان ما تمت مراسم الزواج وزفت العروس إلي، وكما قال الملك فإن زوجتي كانت ذات ثروة وجمال، وكانت تتمتع بما هو أعظم من ذلك، فقد وجدت فيها ما جعلني أحبها وتحبني، وعشنا في منتهى السعادة لعدة أسابيع. وذات يوم ماتت زوجة أحد أصدقائي، فذهبت إليه معزيا عملا بما تقضيه روابط الصداقة ساعة الحزن، ولكني وجدته ليس حزينا فقط بل مريضا. ولما اقتربت من فراشه خاطبته بقولي: يا صديقي، إنها إرادة الله، ولا يحسن بالإنسان أن يستسلم إلى الحزن إذا فقد زوجته، وما عليك إلا الصبر وتعويد نفسك على العيش بدونها. كانت مفاجأة لي عندما رد علي قائلا: ماذا تقول يا صاحبي؟ ألا تعرف القانون الذي يحكمنا في هذا البلد، والذي يقضي بأن يدفن الحي مع الميت؟ فالزوجة إذا مات زوجها دفنت معه حية، كما أن الزوج إذا ماتت زوجته دفن معها حية. اعلم يا أخي، إنهم سيلقون بي بعد ظهر هذا اليوم في كهف الموتى إلى أن أموت. وبعد ظهر ذلك اليوم حمل جثمان الزوجة خارج المدينة إلى مكان في جانب الجبل، وأزاحوا صخرة كبيرة عن مدخل الكهف وألقوا بالجثمان فيه، ثم جاءوا بالحبال واستخدموها
في إنزال صديقي في كهف الموتى إلى جانب زوجته، ثم أعادوا الصخرة إلى مكانها، وكان الجنود يمنعون من يحاول الاقتراب من الكهف. ولما سألت الملك عن ذلك أجابني: إنها عادة قديمة متوارثة ولا أستطيع إلغائها. لم يمض على زواجي السعيد سوى بضعة أسابيع حتى مرضت زوجتي فترة ثم ماتت، وحضر القوم لنقل جثمانها إلى كهف الموتى، فقلت لهم: لن تأخذوني معها إلى القبر لأني لست من بلدكم ولا ينطبق علي هذا القانون، غير أنهم أخذوا يواسونني في مصابي وطلبوا إلي التحلي بالشجاعة، وأبلغوني أنه لا بد أن ألحق بزوجتي لأنني صرت في نظرهم واحدا منهم. لم أشعر إلا وقد لفوا الحبال حول جسمي وحملوني إلى الكهف، وهناك خلصوني من القيود وأرغموني على النزول إلى الكهف باستخدام الحبال، وسدوا بابه بالصخرة فلم أعد أرى شيئا داخل الكهف. وبعد قليل لاح لي شعاع ضئيل من النور، وتبين لي أنهم كانوا يدفنون مع الموتى جواهرهم وحليهم، واستطعت أن أميز الكثير من الحبال التي كانت تستعمل في إنزال من يدفنون أحياء. وفجأة سمعت حركة في الكهف ورأيت حيوانا يشبه الثعلب، ولما حاولت الإمساك به عض يدي وأفلت مني هاربا. ودعاني هذا الحادث إلى التفكير: إن وجود الحيوانات دليل على وجود فتحة تدخل منها إلى الكهف، وعلي أن أجعل منها دليلي في الخروج منه. حاولت أن أرمي حبلا حول إحدى هذه الحيوانات ولكني لم أفلح، فكررت المحاولة عشرات المرات، وأخيرا رميت الحبل فالتف حول إحداها فجرى، وتبعته والحبل في يدي إلى نهاية الكهف حتى وجدت فتحة يستطيع ثعلب أن يمر منها، ولكن تعذر علي ذلك. أخذت في توسيع هذه الفتحة واستغرق ذلك مني وقتا طويلا، ونجحت في الخروج حيث الهواء الطلق والسماء الصافية، ووجدت نفسي قريبا من البحر أسفل جرف صخري عال لا يمكن تسلقه صعودا أو نزولا. ثم وجدت الماء في أحد النهيرات وشجرة فاكهة فأكلت وشربت وجلست طلبا للراحة. جلست أفكر: علي بالانتظار إلى حين قدوم سفينة لا تكون وجهتها المدينة التي كنت فيها، ما دام الطعام والماء متوفرين أيحسن بي أن أعود إلى كهف الموتى لأخرج بعض الجواهر؟ ولكن إذا عدت فهل أستطيع أن أستدل على طريق الخروج؟ تذكرت الحبال فقلت لنفسي: لو صنعت حبلا طويلا من هذه الحبال القصيرة فسيساعدني في الدخول إلى الكهف والخروج منه. وعلى الفور صنعت الحبل ودخلت الكهف عدة مرات، وأخرجت آلاف الجواهر ووضعتها في أكياس صنعتها من القماش الذي كان ملفوفا حول أجساد الموتى، وبقيت في انتظار سفينة تمر. وجاء الفرج، وعندما رست سفينة لتتزود بالماء ورويت للربان بعض ما حدث لي دون أن أتعرض لقصتي في المدينة خشية أن يكون بين الركاب أحد من سكانها، وقدمت بعض الجواهر هدية إلى الربان فاعتذر عن عدم قبولها قائلا: إننا نحن أبناء البصرة، إذا وجدنا من قذفت به الريح أو البحر على أي جزيرة حملناه على سفننا وقدمنا له الطعام والماء والكساء، ولا نبخل عليه بتوصيله إلى بلده، وليس من شيمنا أن نتقاضى أجرا أيا كان من أحد، وكل ما نقوم به ليس إلا في سبيل الله. بلغت السفينة ميناء البصرة في الوقت المحدد لها، فغادرتها إلى بغداد وقد فرح بي أهلي وأصدقائي، وتصدقت بالمال والثياب والطعام على الفقراء وقدمت العون للمحتاجين. عدت وقلت: لن أغادر مدينتي بعد الآن، وستكون هذه آخر رحلة لي في دنياي، ولكني نقضت العهد ولم ألتزم به كما وعدت، ولي حديث معكم أيها الأصدقاء غدا إن شاء الله. تذكرت في حينه محاسن رحلاتي
ولم أتذكر مساوئها. ففي يوم من الأيام رأيت جماعة يبنون سفينة كبيرة، فاشتريتها منهم وأبحرت عليها ومعي بعض التجار في رحلة الخامسة، وقد تنقلنا من بلد إلى بلد ومن جزيرة إلى أخرى نبيع ونشتري ونمتع أعيننا بجمال الطبيعة. وفي أحد الأيام رست بنا السفينة على جزيرة كبيرة لم نشاهد فيها إنسانا أو حيوانا أو نباتا، ونزل التجار إلى اليابسة ليجولوا في الجزيرة. وبينما هم يجولون توقفوا عند شيء ضخم أبيض اللون شديد الشبه بالقبة، فصرخت فيهم ألا يمسوا ذلك الشيء لأنه بيضة رخ، ونصحتهم بالابتعاد عنها قبل فوات الأوان، ولكنهم لم يستمعوا إلى نصحي، بل أخذوا يحدثون بها ثقبا ليعرفوا ما بداخلها، وإذا بصوت كالبكاء ينبعث من داخل البيضة. كان فرخ الرخ يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومن أعالي الجو سمع صراخ ردا على صراخ فرخ الرخ، وانقلب النهار إلى ليل حينما حام في الجو رخ ضخم ورفيقته، فتوقعت هلاكنا جميعا، ولكنهما طارا بعيدا. وفي الحال طلبت من التجار العودة بأقصى سرعة لنبحر بعيدا عن الجزيرة وننجو بأنفسنا. استمع التجار إلى نصيحتي وأقلعت بنا السفينة إلى عرض البحر، وقد خطر ببالي أن أسأل نفسي هل سنفلت منهما؟ وقبل أن أتم سؤالي شاهدنا الرخين يعودان، يحمل الواحد منهما صخرة كبيرة بحجم البيت، وما هي إلا لحظات حتى أخذ رخ يحوم فوقنا ثم ألقى بالصخرة علينا، ولكن الربان استطاع أن يتفاداها فسقطت في البحر وارتفعت مياهه وكأنها الجبال، وأخذت تقذف بالسفينة هنا وهناك. لم يستطع الربان أن يتفادى الصخرة الثانية التي سقطت على السفينة، فكتبت السطر الأخير من حياة السفينة الجديدة، وقد لقي معظم التجار والبحار حتفهم. وكل ما أذكره أني وجدت نفسي في صراع مع البحر، لم ينقذني منه إلا لوح خشبي من حطام السفينة كان طافيا على مقربة مني فتشبثت به. كان لهذا اللوح الخشبي الفضل في إنقاذي، وخاصة عندما دفعتني الريح والأمواج إلى شاطئ جزيرة بلغته بعد 4 أيام بلياليها، وحمدت الله عندما وجدت جدول ماء عذب وأشجار فاكهة، وأسرعت أقطف الثمار وآكلها وأعب من ماء النهر. سرت أبحث في الجزيرة لعلي أجد بشرا يقيمون فيها، ولم يطل بي السير إذ رأيت عجوزا بدا لي مريضا واهنا. عندها قلت لنفسي ترى أيكون هذا العجوز بحارا تحطمت سفينته وقذفت به الأمواج إلى هذه الجزيرة؟ كان العجوز يجلس على مقربة من جدول الماء، ولما اقتربت منه حييته ولكنه لم ينطق بكلمة، وكلمته ثانية فالتزم الصمت واكتفى بتحريك يده ناحية جدول الماء، وقد ظننت أنه يريدني أن أعبر به الجدول إلى الضفة الأخرى، فحملته على ظهري استعدادا لاجتياز الماء، لكنه فجأة أحاط عنقي بساقيه اللتين كانتا على الرغم من هزالهما صلبتين قويتين، ولما حاولت إنزاله ركلني بقدمه وشد على عنقي بيديه وساقيه حتى كاد يعصرها، وارتسم شبح الموت أمام عيني. وقد بقيت على تلك الحال أياما، وكنت في الليل أنام على الأرض وساقاه حول عنقي، وفي النهار ما كنت أتناول فاكهة أو أشرب ماء إلا حسب مشيئته، ولم يكلمني قط، بل كان يعمد إلى ركلي بقدمه لأفعل ما يريده مني. وذات يوم وجدت فاكهة مخدرة كنت قد سمعت عنها في بعض أسفاري، فتناولت ثمرة وتظاهرت بأني آكل منها، ثم رحت أتمايل فرحا وأقول ما أحلى هذه الثمرة، آه لو آكل منها الكثير. ولما سمعني العجوز ركلني بقدمه وأشار إلى الفاكهة فأعطيته منها، ولما استحسن مذاقها أخذ يأكل منها بشره إلى أن تراخت ساقاه من حول عنقي وفقد وعيه. عندئذ ألقيت به أرضا
ودققت رأسه بحجر. سرت إلى شاطئ البحر حيث وجدت سفينة نزل بعض بحارتها ليتزودوا بالماء العذب، ولما رويت لهم ما حدث لي قالوا: إن العجوز الذي رأيته هو شيخ البحر، وما من أحد قبلك لف الشيخ ساقيه حول عنقه إلا مات. لقد قضى على كثير من البحار بنفس الطريقة، وفي كل مرة تقصد الجزيرة لا بد أن يكون معنا 9 أو 10 من البحار لخوفنا من شيخ البحر. سألتهم: لماذا إذا تجيئون إلى هذه الجزيرة؟ أجابوني: نجيء لنجمع ثمار جوز الهند، تعال معنا ومعك أكياس كثيرة لجوز الهند وكيس صغير مملوء بالحجارة الصغيرة. أخذت معي ما طلبوه مني وسرنا إلى غابة من أشجار جوز الهند، وهي أشجار شديدة الارتفاع ملساء الجذوع لا يستطيع أحد تسلقها، وجميع ثمارها في أعلاها حيث نرى القرود. بدأنا نرجم القرود بالحجارة فاغتاظت وأخذت تقذفنا بثمار الجوز، وتجمعت لدينا كمية كبيرة في وقت ليس بطويل، وأخذنا ننزع قشورها ونملأ بالثمار أكياسنا. وعندما أخذت السفينة حمولتها أبحرت بنا إلى جزر القمر والجزر القريبة منها، حيث بعنا ما معنا بثمن مرتفع، واشترينا بالثمن أخشابا وأشياء أخرى غيرها حملناها إلى البصرة. وقد عدت من رحلتي هذه إلى وطني أكثر ثراء مما كنت قبل قيامي بهذه الرحلة. وفي بغداد تصدقت على الفقراء والمحتاجين، وقطعت على نفسي عهدا ألا أعود إلى البحر، ولكني عدت فأخلفت الوعد، وسأحدثكم غدا إن شاء الله عما فعلت. لم تكن لي رغبة في معاودة ركوب البحر، ولكن رغبتي الشديدة في مشاهدة بعض بلدان الهند حملتني على عدم الالتزام بما وعدت. ولم تمضي إلا أيام حتى جهزت نفسي للسفر، فاشتريت حاجتي من البضائع واصطحبت بعض الخدم لمساعدتي في رحلتي، وانطلقت القافلة برا وزرنا كبريات المدن حيث كنت أبيع فيها وأشتري، ووصلنا سيرنا حتى بلغنا مصب نهر الغانج العظيم، حيث وجدت سفينة توشك على القيام برحلة طويلة إلى الجنوب والشرق. كانت تلك الرحلة الطويلة مشؤومة، فقد هبت علينا ريح عاصفة فانحرفت السفينة عن مسارها وتهنا في عرض البحر، وأصبحنا تحت رحمة الريح تسوقنا أمامها كما يسوق الراعي قطيع الغنم وبأقصى سرعة. ولم يتمالك الربان نفسه حين أخذ يصرخ قائلا: إننا ميتون لا محالة. ثم انتزع عمامته من فوق رأسه وألقى بها أرضا، وأخذ يضرب رأسه بكلتا يديه ولسانه لا ينفك يقول: إنها النهاية، إنها النهاية. هل ترون ذلك الجبل الشاهق؟ إن فيه كهفا يبتلع مياه البحر بما فيها من سفن، ولم يقدر لإنسان حتى الآن أن يخرج منه حيا. حاول البحارة أن يخرجوا بالسفينة من بين الأمواج المتلاطمة، ولكنهم أخفقوا، وسرعان ما أخذت سفينتنا تقترب من هذا الكهف، ومياه البحر تتدفق في جوفه وبسرعة متزايدة، وما هي إلا دقائق معدودة حتى ارتطمت السفينة بجدرانه الصخرية وتحطمت تماما واسود كل شيء حولنا. أخذت أحدث نفسي قائلا: إما أني قد مت فعلا أو أنني مشرف على الموت. كنت في ظلام دامس لا أرى ما يدور حولي، لأن كل شيء كان أشد سوادا من الليل البهيم، لكني كنت أسمع صوت ماء يجري جريا سريعا، وأسمع رياحا تهب، وها أنا ذا أتحرك فوق جسم صلب وليس في الماء. إذن أين أنا؟ لقد أصبحت الدنيا ظلاما في ظلام، وطالت رحلتي في ذلك المكان السفلي الأسود، واستسلمت لنوم عميق. لم أستيقظ إلا على أصوات تصيح وتصرخ حولي، ولما فتحت عيني وجدت نفسي راقدا على ظهري فوق لوح من الخشب عند ضفة نهر عظيم، وحولي جمع من الناس ينظرون إلي بدهشة، وكانوا هم مصدر الصراخ الذي أيقظني. سألت الواقفين
أين أنا؟ إلا أنهم لم يجيبوا عن سؤالي لجهلهم اللغة العربية، وفي الحال أرسلوا يطلبون رجلا يعرف العربية بعض الشيء. وحال وصوله أنبأني بأني في بلاد ملكي سرانديب، أي سريلانكا، فحمدت الله على أني في بلد ملك عظيم سمعت عنه وعن بلده الشيء الكثير. أضاف الرجل قائلا: نجيء إلى هذا المكان لتحويل قنوات الري من هذا النهر إلى مزارعنا، وينبع النهر من سلسلة الجبال تلك. وحتى هذه اللحظة لم يتسنى لأي إنسان من هنا أن يصعد تلك الجبال، كما لم يجئنا أحد من قمم تلك الجبال. والآن قل لي، كيف وصلت إلى هذا المكان؟ رويت له قصة رحلة السادسة، وقام هو بترجمتها إلى الحاضرين، وكانت عيونهم مثبتة علي، وما إن وصل إلى نهايتها حتى على صراخهم، ورددوا كلمات لم أفهمها. ترجمها لي الرجل كالتالي: عليك أن تقص حكايتك على الملك، وسنأخذك إليه في الحال. ثم قدموا لي الطعام والماء وأركبوني جوادا، وبعد مسيرة 3 أيام بلغنا العاصمة، وقد استقبلني الملك في القاعة الملكية ورحب بي وأصغى باهتمام إلى قصتي، ثم أمر الخدمة بتخصيص حجرة لي تجاور القاعة الملكية، وتزويدي بأفضل الثياب، وتقديم أشهى المأكولات، وتوفير ما أحتاج إليه. وكان يستدعيني يوما بعد يوم ليستمع إلى أحداث رحلات الست وما رافقها من أهوال ومخاطر، ولم يغب عن باله أن يسألني عن بغداد فحدثته عنها بإفاضة. ذات يوم علمت بوصول سفينة إلى العاصمة وهي في طريقها إلى البصرة، فأذن لي الملك أن أركبها، ومنحني الهدايا الثمينة من ذهب وماس وجواهر وغيرها، وسلمني رسالة ملكية وهدايا ثمينة إلى الخليفة، وكان عنوان الرسالة الملكية: من ملك سرنديب وملك جزر الهند الشرقية والملك الأكبر إلى الخليفة. وكانت هداياه إلى الخليفة من الذهب والجواهر وأشياء أخرى فائقة الجمال جيء بها من غابات سرنديب ومزارعها لم ترى العين مثيلا لها في أسواق بغداد. وكانت رحلتي إلى البصرة ممتعة، خاصة وأنا أحمل رسالة ملكية وهدايا إلى الخليفة الذي أحسن استقبالي واستمع إلى حكايتي وتلطف في الحديث معي. ما كنت أنوي القيام بأية رحلة أخرى أيها الأصدقاء، ولا تنسوا أن تقدم السن يدعوني إلى قضاء ما تبقى من العمر في وطني بين أهلي وأحبابي، والعيش في بيتي وبين حدائقي في منتهى السعادة. وفي يوم من الأيام وأنا مع أصدقائي بعث إلي الخليفة، ولما مثلت أمامه قال لي: أريدك أن تحمل جوابي وهدايا إلى ملك سرنديب. فأجبته: لك مني السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، وسأمتثل إلى أمرك في الحال. انصرف رجال الخليفة إلى البحث عن أحسن سفينة وأعدوها للسفر، وعندما طابت الريح أبحرت حاملا جواب الخليفة وأنفس الهدايا التي يجدها المرء في أسواق بغداد والإسكندرية والقاهرة ومدن المغرب. ولدى وصولي إلى سرنديب استقبلني الملك أحسن استقبال، وفرح بلقائي أشد الفرح، وأعرب لي عن عظيم سعادته بخطاب الخليفة وهداياه التي لاقت حسن القبول لديه، وكنت موضع رعايته بما غمرني من فيض كريم أخلاقه، واستأذنته للسفر، فحملني الكثير من الهدايا، وفعل مثل ذلك رجال مملكته. بعد 3 أيام من إبحارنا خرج علينا مئات القراصنة في بضعة زوارق، واستولوا على سفينتنا واتجهوا بها إلى إحدى الجزر، وباعونا إلى تجارها، وكنت من نصيب تاجر طيب أحسن معاملتي. سألني يوما: هل تحسن الرماية؟ ولما رددت عليه بالإيجاب استأنف كلامه قائلا: حسنا، فالنظام المتبع في هذا البلد يلزم كل أسير بعد بيعه بأن يقوم بصيد الأفيال، وعند بيع الأنياب يتقاضى القراصنة جزءا من أثمانها،
وسأخذك الليلة إلى الغابة لتبدأ عملك هناك. في الغابة طلب إلي صعود شجرة ثم قال: عليك بالانتظار إلى حين اقتراب الأفيال، فتطلق بعدها سهمك على أحدها، وسأجيئك غدا صباحا لأعود بك ونابي الفيل إلى المدينة. وانتظرت فوق الشجرة طويلا إلى أن اقترب فيل من الشجرة، وأطلقت عليه سهما فقتلته. وفي الصباح جاءني التاجر، وسر كثيرا عندما رآني ورأى جثة الفيل، وقد عبر عن سروره بقوله: يسرني أنك من خيرة الرماة، وقد أحسنت صنعا بقتلك إياه، فلو لم تقتله لقتلك. وبعد ظهر ذلك اليوم لقيت رجلين أسرهما القراصنة من سفن أخرى، وكان عملهما مثل عملي وهو صيد الأفيال. ودار الحديث بيننا، ومما قالاه إننا لا نطمع في العيش طويلا حتى لو برع الواحد منا في الصيد، لأن الأفيال لا يؤمن جانبها. والمعروف عن الفيل أنه حيوان ذكي، ولا غرابة أن تثأر الأفيال لقتلاها من قاتليها. فكرت فيما سمعته منهما وقلت لنفسي: ينبغي ألا أصعد إلى الشجرة مرتين، كما يجب أن أتحاشى إطلاق السهام على قطيع منها، وعلي ألا أخطئ الهدف وأن أصيب من الفيل مقتلا. مضى علي زمن طويل وأنا أصطاد فيلا في كل ليلة، وكان سرور التاجر كبيرا عبر عنه بقوله: إنك أفضل صياد عندي، واعتبارا من هذا اليوم سيكون نصيبك نابا من كل 10، وإذا تجمع لديك 100 ناب أطلقت سراحك لتعود إلى بلدك. وعندما بلغ ما لدي قرابة 100 ناب كنت على الشجرة وأطلقت سهما على فيل، ولكني لم أصب منه مقتلا. وفي الليلة التالية امتلأت الغابة بضجيج مئات الأفيال التي كانت تبحث عني، وسرعان ما أحاطت بشجرتي فصعدت إلى أعلاها، ثم أخذت تقترب قليلا قليلا، ومع هذا لم أحاول إطلاق سهامي عليها. وأخيرا لفت خراطيمها حول الشجرة واقتلعتها من جذورها، وحملني أكبرها على ظهره، وصارت قافلة الأفيال من واد إلى واد وبشكل عسكري، بحيث كان الواحد وراء الآخر. وفي واد يقع بين الجبال توقفت الأفيال عن المسير. عندها تذكرت ما سمعته من زماني بأن جموع الأفيال تذهب إلى مكان خاص وتموت فيه بشكل جماعي، وكنت لا أصدق ذلك، ولكن ها قد تحقق قولهم، فالمئات بل ربما الآلاف من الأفيال قد ماتت هنا، وها هي ذي جثثها تغطي الأرض. أحاطت بي الأفيال وعيونها جميعا مصوبة نحوي، ولكن لم يمسني أحدها بسوء، وكانت عيونها هي التي تحدثني، ولو كانت لها المقدرة على الكلام لقالت لي: لما تطلقون السهام علينا من أجل أنيابنا؟ انظر حولك، ماذا ترى؟ طبعا ترى الأنياب، وهذه الأنياب لسنا بحاجة إليها، هيا خذ منها ما تشاء وقل لأهل المدينة أن يكفوا عن قتلنا. وقد حاولت أن أجعلها تفهم أني مدرك قصدها. قامت الأفيال بعد ذلك بإرشادي إلى طريق العودة إلى المدينة، وفي اليوم التالي اصطحبت التاجر إلى مقبرة الأفيال، وهناك نظر حوله ونظر، ثم قال: في هذه المقبرة من الأنياب ما يشغل تجار المدينة 100 سنة. وتوقف سكان الجزيرة بعدئذ عن صيد الأفيال، وقد ملأوا لي سفينة بأنياب الأفيال كي أبيعها في البصرة وبغداد، ثم أبحرت إلى وطني، وكانت هي الرحلة الأخيرة من رحلاتي. انتهت الحكاية.